طيب قال لسه كلام الشيخ الفوزان، قال ولو أنه ما شتم آلهتهم. والشتم ده طبعا عند أبو عمران ما من منهج السلف، قال ما من منهج السلف أصلا تشتم، والهنا اللي شتم دمنه الرسول يا أبو عمران الرسول، فهمت؟ طيب قال ولو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا. فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. ده ما هو بكر، هذا والله ده ما هو بكر، ده الشيخ الفوزان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ده شنو المشمش اليوم؟ إبراهيم عليه السلام ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعد السلام على رسول الله، وبعد نواصل إن شاء الله. وقفنا في نقطة التصريح بدعوة التوحيد وماذا نعني بمصادمة أهل البدع وإنكار المنكر. فهنا آخر نقرة نقوله، إن كان النقولات كثيرة دار اختصر على بعضها. كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب في 6 مواقف من السيرة، قال عليه رحمة الله فإذا عرفت هذا، ده في الكتاب الصفحة 24 شرح الشيخ الفوزان، قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعد عداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. كويس، ده كلام منو؟ كلام الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. عشان لما نيجي أبو عمران يعمل الموضوع كله، ده شرط خطوه ناس مزمل ومنو منو خطوه من عندهم، والتصريح ودعوة واضحة، يقول لك شنو دعوة واضحة يعني؟ كويس، وقال بيدرس كتب محمد بن عبد الوهاب. يا هذه كتبه، ده واحد من كتب محمد بن الوهاب، لو ما درسته قد امشي اقراه اول حاجه انت. طيب قال والتصريح لهم بالعداوه والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب شيخ الفوزان حفظه الله تعالى يعلق، جاب كلام طويل، يقولون حقا علينا إكرامهم يعني الأولياء والبناء على قبورهم، هذا من حقهم علينا، هذا من تقديرهم، وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم، وأنتم تقولون هذا باطل وتعتبرون هذا شتما وسبا لهم، هذا الذي يفسرون به أعمالهم، وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. ده تعليق الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بعد ذلك أجي أديك إن شاء الله نقولات من كلام أهل العلم على وجوب التحذير من الداعية إلى البدعة ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وجوب الكلمة الواجعة أبو عمران دي وجوب، ولو ما جبت لك عليها أدلة وإجماع من العلماء ونقول لمن تشبع من العلماء أكون أنا غلطان وتعرض عليه. كويس، أول أدلة وإجماع العلماء ونقول لمن تقول شبعته. وجوب التحذير من الداعية إلى البدعة والداعية إلى الشر باسمه أمام الناس. طيب أول نقل الشيخ ابن عثيمين، وأنا ركزت على العثيمين بالذات لأنه بيعتبر نفسه أنه ممثل لمنهج ابن عثيمين والوكيل الحصري لابن عثيمين في السودان. طيب شيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين المجلد 6 الصفحة 138 يقول، بيشرح في كلام النووي في باب
ما يجوز من الغيبة. وطبعا في ناس فهموا لما الإمام النووي بوب باب ما يجوز من الغيبة قالوا بس جائزة جائزة بس. بالله أقرأ كويس يا أخي. طيب قال ذكر بابا في بيان ما يجوز من الغيبة وذكر لذلك أحاديث من أحاديث عائشة إذنوا له بئس أخو العشير. قال وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب فدل على جواز غيبته. من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يحذر الناس أو يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه. قال فإذا رأيت شخصا، يلا انتبه لكلام العثيمين، قال فإذا رأيت شخصا ذا فساد وريب لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير فإنه يجب عليك يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تثني عليه شرا إلى آخر الكلام. نعثمين قال شنو؟ يجب عليك. أديني ابن تيمية. والدليل اللي ذكرناه شنو؟ الدليل على المسألة في كلام أسف في كلام الذكر النووي حديث عائشة رضي الله عنها بئس أخو العشير. طيب قال ابن تيمية الفتاوى مجلد 28 الصفحة 217 قال وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب. أنا دايركم تحسبوا معي كلمة وجب، أحسبوا معي دي كده كم؟ وجب الإنكار عليه علانية ولم يبقى له غيبة ووجب دي كم؟ اثنين كده. ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. وبعد شوية حاجة أتكلم عن مسألة المفسدة دي، إنه في أحيانا أنت تمتنع على الكلام لوجود مفسدة راجحة، تمتنع عن تحذير من الزول باسمه أو تمتنع من التصريح بذلك لوجود المفسدة. طيب يقول ابن تيمية في الصفحة البعدية 219 قال فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة كده كم؟ ثلاثة. الصفحة 220 قال فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك كده كم؟ أربعة. طيب الصفحة 229 من نفس المجلد قال وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، واحد منها المظلوم جاء فيها كلام. الصفحة 230 قال ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. قال وفي معنى هذا في الفقرة البعدية وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين. إلى أن قال. الكلام ده كله يا أخواننا ما تخيلوا أنا بفوت لك ساي، الكلام ده كله مهم لكن اختصارا أنا بجيب لك محل الشاهد. قال وإذا كان النصح واجبا دي كده كم؟ خمسة. وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثوري والليثة ابن سعد أظن والأوزاعية عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وكذا وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. قال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فبيان حالهم بيان شنو؟
حالهم وتحذير الأمة منهم منهم واجب باتفاق المسلمين. ده شنو؟ ده إجماع ولا ما إجماع؟ تخالف إجماع يا أبو عمران؟ إجماع رأسه عدل؟ قال واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن النفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. ده من جنس شنو؟ ده جهاد، كونك تحذر الأمة من برعي وصايم ديمة فهمت، واللمين بتاع الجلكسي تحذر من هؤلاء، ده جهاد في سبيل الله. طيب قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب. كده كم؟ ها كده سبعة. واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. انتبه، قال لك على الكفاية، بجيب اشرح لك بعد شوية عشان هو بجيب لك لازم. قال يلزم، ها لما تقول لي واجب يلزم في كل مرة إلا أتكلم، ما بتفهم أنت. واجب الكفاية بيختلف من الواجب شنو؟ العيني. قال لك ده واجب كفاية، وبجيك أي كلمة بشرح لك من كتب العلماء أي حاجة، كفاية عيني الكفاية ذاتها كيف هو جاب لك تعريف من عنده ساي تعريف ساي من عنده. الواجب الكفاية قال إذا قام به البحث صارت البعين. بالله يا سلام عليك، منو قال لك كده؟ هو سموه كفاية ليه؟ الذي تقوم به الكفاية، تقوم به الكفاية، جاي تعريف العلماء ما في أي كلام إلا من كتاب. قال واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو على من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبع، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. إلى أن قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم الآية. قال: فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء. مش أئمة البدع ديلك، ما هو شيء تكلم لك عن أئمة البدع وأصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة، مش كويس؟ قال لك في ناس تانين ما منافقين لكن سماعين لشنو؟ للمنافقين، التبس عليهم أمرهم، بقوا بقولوا الشبهات تحت المنافقين. قال: فلا بد من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، لأن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، فلا بد، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بل لو لم يكن قد تلقوا تلك البدع منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك، لوجب بيان حالها. طيب قال: ولهذا وجب بكم؟ تسعة. تسعة يا مرضان، تقول ما في تسعة ابن تيمية براو ولسه العلماء جايينك. قال: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب. كم؟ تلك عشرة كاملة، ذلك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عشرة ابن تيمية يا براو كويس، ولسه دين الشيخ ربيع، لأنه ديل بيتمسح بالشيخ ربيع وما بعرفوه. شيخ ربيع علم وجبل، علم من أعلام السنة. دارين تضيعوا المنهج بتاعه؟ تضيعوا منهج الشيخ ربيع؟ أنا ما كنت قاعد مع الشيخ، قلت له في واحد من ناس الجمعيه ما بيتكلموا في التوحيد، دنقر الشيخ بيقول اعوذ بالله اعوذ بالله، بدنقر كذا. طيب تقول لي منهج الشيخ ربيع
ومنهج علمائنا. تعرف لو شنو انت؟ الله يكفينا شركم يا اخ. طيب الفتاوى بتاعت الشيخ ربيع المجلد الاول، مجلد الاول من الصفحه 270، من 270. وده فيه جواب على سؤال بيجيبوه، بيقول لك انتوا عندكم منهج بتقوموا بتجيبوا كلام العطاله ديل الصوفيه وغيرهم، بتجيبوا كلام بتجمعوه بتردوا عليه، وده ما من منهج السلف. مش بيقولوا كده؟ اخونا مصطفى هسه كلمني بشوف هذه كويس. السؤال: هل من منهج السلف جمع اخطاء شخص ما وابرازها في مؤلف يقراه الناس؟ الشيخ ربيع الجواب قال: سبحان الله، هذه يرددها اهل الضلال لحمايه بدعهم وحمايه كتبهم وحمايه مناهجهم وحمايه مقدسيهم من الاشخاص. نعم، الله ورسوله ذكرا كثيرا من ضلالاتهم. الله عز وجل ذكر كلام اليهود والنصارى وانتقدهم في كثير من الآيات القرآنية. وأهل السنة والجماعة من فجر تاريخنا إلى يومنا هذا يتكلمون على الجهم ابن صفوان وبشرى المريسي، وأحصوا بدعهم وضلالاتهم، وجمعوا أقوال أهل الفرق ونقدوها. فمن حرم هذا؟ هذا من الواجبات. دمنه شيخ ربيع، هذا من الواجبات. كده كم؟ احسب معي. واحد. طيب نمشي قدام. قال: هل يوجد في التحذير من الشخص، هل يوجد حد في التحذير من المبتدع؟ وده برضه رد على ابو عمران، بيجي بيقول لك: يا اخي انت في الحلقه قول مره واحده كده، وما تقولها في كل حلقه، مره واحده. والشيخ مقبل قال في كلامه هنا جوا، قال الشيخ مقبل: ما سمعت زول قال لي مبتدع يا كلب؟ ودي نقطة جايانا بعد شوية كويس؟ قال إلا مقبل، وقال مرة واحدة كويس؟ كأنه بيربط شنو؟ التحذير من الشخص بالعدد. لا، ما بالعدد، التحذير بالمقتضى للتحذير ده. إذا المقتضى للتحذير قائم يبقى التحذير قائم، إذا انتفى المقتضى له زال، أو ممكن بعد ذاك يبقى مباح، يبقى هكذا. لكن ما دام المقتضى للتحذير قائم يبقى التحذير قائم. طيب قال الشيخ ربيع الجواب: أما الداعية فلا خلاف، ده شنو؟ فلا خلاف في التحذير منه وهجرانه وعدم الأخذ عنه إطلاقا، ولا تقبل منه شهادة ولا تقبل منه الرواية، ويعاقب إذا كان هناك سلطان. هذه كلها أحكام المعاند. السائل جاب كلام، السائل قام قال له شنو؟ قال: شيخنا، ليس المخالفة إنما الكلام في التحذير منه، هل هناك حد؟ ثاني عاد للسؤال، هل هناك حد؟ الشيخ قال: هذا لا، الذي تضر مخالفته يحذر منه دائما. ده منو؟ شيخ ربيع. شيل فرارك ومش، كان عندك كلام شيل فرارك امشي للشيخ ربيع. شنو تجي؟ يلزمونا، جابوا لنا الزامات من عندهم يلزمونا بها. منو اللي الزمك؟ ده كلام العلماء، الله هديك. طيب قال كلاما طويلا، انا بس داير اجيب محل الشاهد. قال: فالضرر او مظنة الضرر هي التي توجب القيام بهذا الواجب. إذن الواجب ده مربوط بشنو؟ بالضرر. ما دام الناس متضررة بالداعية للبدعة تحذر منه. إذا كان في مفسدة، المفسدة احنا حنجي نوري بعد شوية المفسدة وضوابطها. في مفسدة أكبر وراجحة ما تتكلم، إنما تكتفي بالتعميم. ما في مصلحة من التعيين، مرات يكون ما في مصلحة، يعني واحد هسه يجي يعمل له حلقة علمية لعامة ما بيفهموا ذاتهم الكلام في التوحيد، ولا لسه ما فيهم حاجة، يجي يقول لهم احذروا عدنان العرعور، وده لسه ما مرق من البرعي، ما فيهم حاجه. احيانا التحذير يكون ما فيه مصلحه، فهمت كلامي؟ ما في مصلحه انت تذكر لك ذول هنا، وده ما بعرفه ذاته، وده مشكله ذاته دي ما وصل لسه كويس. تمام. طيب قال: فالضرر او مظنه الضرر هي التي توجب القيام بهذا الواجب. دي نمره كم كده؟ الواجب ثلاثه مش ولا اثنين؟ قال: هذا منهج السلف واضح فيه. طيب لسه الشيخ ربيع سؤال: نريد أن نفهم المسألة التالية، إن من المعلوم
أن علماء السنة أهل السنة والجماعة متفقون على الرد على أهل البدع والحمد لله، لكن منهم من ذهب إلى الرد على المعين ومنهم من ذهب إلى الرد عليهم بصيغة العموم. يعني في ناس بيرد بالتعيين في ناس بيرد بالتعميم. ده سؤال السائل. طيب الجواب، قال هل هناك أحد من السلف التزم ألا يرد على المعين وكان ينكر على من يرد على المعينين؟ هذا كلام فارغ. الشيخ ربيع كويس قال لكن العالم أحيانا يرد بصيغة العموم إذا كان يرى ذلك نافعا، فإذا رأى أنه يتعين عليه أن يبين هذا المعين ويكشف حاله ويبين انحرافه فيحذر منه بالنص وبالعين كتابة وخطابة إلى آخره. فهذا التقسيم غلط، يعني ادعاء أن من السلف من لا يردون إطلاقا على المعينين أبدا طول حياتهم لا يذكرون شخصا معينا، هذا لا يوجد، هذا كذب على السلف بهذا الاعتبار. يجي يقول لك الشيخ ابن عثيمين قال ما عنده رد أصلا، قال كتاب مصنف في الرد أصلا ما عنده. هل يا أخوانا الرد إلا يكون في كتاب براو، إلا يكون كتاب براو رد، ولا ممكن يرد من خلال كتبه الثانية؟ ابن عثيمين أقرأ مؤلفاته، إلا أنت ما بتقرأ، أنت كنت بتدرس كتب محمد بن عبد الوهاب وسط طلع إنك ما جايب لأي خبر، ما عارف جوا فيها شنو ذاته كويس. طيب تقول ابن عثيمين رد، أقرأ شرح كتاب التوحيد، رد على الصوفية في أي مسألة، أقرأ كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين، بعد ما أصل القواعد ذكر 15 مثال بيستدلوا بين الصوفية وفنت شبهاتهم تفنيد عجيب عجيب. أم شوف الردود في كتب ابن عثيمين كويس، ما شرط يكون كتاب براو. الآن البخاري هل عنده كتب براها في الردود؟ لكن صحيح البخاري ده الكتاب ده معظم أو كثير منه رد على أهل البدع. أقرأ باب البخاري باب ظلم دون ظلم، رد على منو ده؟ رد على الخوارج. باب في البخاري أن ال 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 باب أن الكفر أن ال الكفر قد يطلق على مسائل أو الجاهلية أو نحوها كويس، ولا يخرج صاحبها من الإسلام إلا بالجحود أو نحوها، كلام نحو ده، رد على الخوارج، رد على المرجئة. يا أخي البخاري من الردود بتاعته لما رد على الناس اللي بينكروا أفعال العباد كويس، رد عليهم ردود لحد ما ظن بعض الناس أن البخاري يقول باللفظية أي لفظي بالقرآن مخلوق، واتهمه بعضهم أنه يقول بأن القرآن مخلوق لشدة رد البخاري وتوسعه في مسألة أفعال العباد، توسع في الرد عليه. عشان كده ابن حجر لما جاء علق على المسألة دي قال بعض الناس ظن إنه البخاري يقول بلفظه بالقرآن مخلوق والبخاري ما بقول به، لكن اشتد إنكاره على البدعة كانت في زمنه في الباب ده. قال بخلاف أحمد بن حنبل كانت البدعة في زمنه البدعة بتاعت خلق القرآن، فرد عليه ورد على اللي بيقوله لفظه بالقرآن مخلوق وبدعوه كويس. عشان كده ما تقول لي ابن عثيمين ما عنده ردود، ما عنده ردود، ما عنده شنو، انت اقرأ كويس بس، اقرأ كويس. طيب لسه الشيخ ربيع جايك، لسه ما انتهى الكلام. الصفحة 277 نفس المجلد قال فالحمد لله المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصرحون بأسمائهم، ولله الحمد وهذا واجب. لكده كم؟ ها؟ خمسة مش؟ خمسة. قال يعني إذا كان ما فيه خطر، يعني المبتدع لو ما فيه خطر لا بأس، لا داعي لذكر الأسماء. أما إذا كان فيه خطر وهم يجرون الشباب في أوساطهم ويأخذون بأزمتهم بل يحاربون بهم أهل السنة فيجب ذكر أسمائهم. يجب دي كم؟ ستة. لسه الكلام جايك. السؤال الآن فيما هو حاصل، هل يكفي السلف أن يعرف الحق من الباطل أم يجب عليه الرد على أهل الأهواء وذلك مما يميز دعوته؟ الجواب، على السلف أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، عليه أن يقوم ويبينه للناس، عليه أن يقوم بهذا الواجب ويقتضي منه هذا العلم،
وهذه الدعوة أن يدحض الباطل، لأن القرآن يبين الحق ويدحض الباطل في نفس الوقت، ولهذا سمي بالمثاني، إلى أن قال: فالإسلام يقوم على هذه الأركان التي شرحناها، ويقوم على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن والتحذير من الشرور، لا يقوم إلا بهذا، لا يستقيم الإسلام أبداً إلا بإقامة الحق وتوضيحه وتبيينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن أهله. التحذير منه من شنو؟ من أهله. كويس. قال: وأي دعوة، ركز معي، وأي دعوة لا تقوم بهذا الواجب، بكم؟ سبعة. وأي دعوة لا تقوم بهذا الواجب فهي دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها. في كلام ثاني، أي دعوة ما تقوم بواجب التحذير من البدعة والتحذير من أهل البدعة دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها، لا تكون الدعوة حية إلا إذا كانت ترفع راية الحق وتهين الباطل، مش كده بس، وتهين الباطل في نفس الوقت. هذا هو المنهج الصحيح. لهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذي لا يرد على الباطل كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ هذا منهج جماعة التبليغ، ده ربيع إمام في السنة تتكلم فيه لا إلا وقعت بس رميت رقبتك براك. قال: هذا منهج جماعة التبليغ، يقولون إنهم يأمرون بالمعروف وهم لا يأمرون بالمعروف. التوحيد أعرف المعارف شيخ ربيع، ولا يعرفون الناس التوحيد، إلى أن قال: فما الفرق بينك وبين هؤلاء إذا كنت لا تحارب البدع؟ ده بكر أداب ده شيخ ربيع، فهمت كلامي؟ ولا تحارب الضلالات ولا ترد على أهل الأهواء، ما الفرق بينك وبينهم؟ يعني أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم. شوف السكوت عنهم ربيع حفظه الله تعالى عدوه من شنو؟ من تكثير سوادهم. أها، أنظم في نانا، أنا أنظم في زي ما داير، نبزني وشتمني ودا ما تعرف جاب لنا شروط من عنده ودعوة بمزاجه، كويس راضي أنا وعفيت لك. هذا كيف ده؟ دائما من أئمة الدعوة، من أئمة السلفية، كويس. قال فدعاة أهل البدع شر من اللصوص. لا أرجع لك لسه. قال إذا أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم، أنت مؤيد ومشجع لهم إذا كنت تراهم يعيثون في الأرض فسادا وتسكت، كويس. قال لما ترى اللصوص يسطون على بيوت الناس وما شاء الله تسكت، ما هذا؟ هل هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فدعاة أهل البدع شر من اللصوص، شر من قطاع الطريق. يقول ابن أبي زيد وابن عبد البر: إنهم شر من قطاع الطرق المجرمين، فيجب كم دي كده؟ ها؟ ثمانية. فيجب التحذير منهم دائما. هاي أتفلسف لي كويس يا أبو عمران؟ لا ما طوالي. شوف، مش في باطل تحذر، وجدت مفسدة تتعاطى مع المفسدة وتتعامل معها بالحكمة، لكن ما تقعد تتفلهم لي. لا ما طوالي، وحقيقة كترتها. شنو كترتها؟ شنو أنا بكب لي في ملح؟ شنو كترته؟ في باطل يرد على الباطل، يحذر من الباطل، انتهى الباطل الحمد لله، الحمد لله الناس عرفت الباطل. شوف اليوم الأمر الآخر، كويس. قال فيجب التحذير منهم دائما وفتحهم، هذه كيف دا مزمل، وفتحهم وكشف عوارهم وتعريتهم أمام الناس حتى يحذروهم. لهذا تجد كتب السلف مليئة بهذا، بنقد أهل البدع
والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم إلى غير ذلك، وما ضاع كثير من المسلمين إلا بترك هذا الأصل. ده شنو؟ ده أصل من الأصول. إلا بترك هذا الأصل، الرد على أهل البدع والتحذير منهم. لأنه بيقول لك حذر من البدعة، يعني حذر من البدعة يعني، لكن ما تذكرهم هم، والتحذير شنو؟ منهم. ولهذا أطبق الضلال على الأمة الإسلامية، فما سلم من شرهم إلا أفراد مساكين لا حول لهم ولا قوة. لسه في كلام كثير لكن ده يكفي، ولا تاني دارين من ربيع زيادة؟ هذا يكفي في كلام شيخ ربيع. أنا أمشي للنقطة الأخيرة، وإن كانت نقول كثيرة يا أخواننا عن العلماء، أمشي لآخر نقطة في كلامي اللي هي مسألة السب. لخبط فيها الزول ده لخبطة عجيبة، خلاص لخبطة غريبة. قال السب لا، قال ليس من منهج السلف السب أبدا، كله منهج السلف. قال أحيانا إذا احتيج أحيانا، وجاء فتوى لابن باز، أنا ما أعرف الفتوى دي كرعينة وين ذاته. قال جوز هذا بعض أهل العلم. كويس؟ طيب يا أخوان، أول حاجة إحنا نعرف السب معناه شو؟ الديني جيب بتاع البخاري، جيب شرح البخاري هنا هنا. السب يا أخواننا عنده معاني، منها مترادفات مرادفة للسب، ومنها ما هو ما السب داخل فيه أو هو داخل في السب. طيب من هذه الألفاظ في شرح حديث إذا سابه أحد أو قاتله، حديث في الصيام، قال قاتله شاتمه، لأن القتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب. أول حاجة أعرف المعلومة دي، اللعن من جملة السب. طيب من الذي لعن أهل البدع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم، لعن الله من آوى محدثا، وحديث البخاري في كتاب فضائل المدينة، المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعن من السب، والذي لعن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واحدة يا أبو عمران ثبتها معك. اثنين، الديني ابن عثيمين شرح الشرح الممتع على زاد المستقنع، يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال وسن لمن شتم قوله أو قوله إني صائم، أي إن شتمه أحد أي ذكره بعيب أمامه. إذا من الستم شنو؟ العيب. ذكر العيب يدخل في السب، ويدخل في شنو؟ في الشتم. طيب لسه أديني ثاني كتاب. طيب لا دقيقة، طيب المهم، السب قلنا يا اخواننا يطلق على اللعن، ويطلق على العيب، ويطلق على الشتم. دي الكتاب انا ما جبته، معليش، كتاب هو كتاب لسان العرب، كتاب لسان العرب يقول والسب هو الشتم. إذن الشتم ممكن يكون سب، والسب شتم، واللعن شتم، وسب وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاب آلهتهم، إذن سبها. وقبل جبنا آثار كثيرة تتعلق بهذا الباب، وقال السب والشتم هذا قال ليس من منهج السلف. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول والداعية إلى البدعة
مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تارة تكون بالقتل فما دونه. يعني المبتدع السلف بعقوبة شنو؟ بعقوبة شنو؟ بعقوبات أعلاها شنو؟ القتل. السب يا أخواننا دون القتل ولا فوقه؟ فوق منه؟ يعني أحسن أقتل الزول ولا أسبه؟ دي من جنس العقوبات. والسلف بيعاقبوا بالشتم وبالسب باعتباره من الذلة والإهانة لأهل البدع. كويس؟ طيب قال في كلامه، قال شنو تقول يا كلب ويا حمار؟ كويس؟ قال هذا لا يوجد في منهج السلف. قال ومن قال إن منهج السلف فيه هذا قال فهو كذاب. ده كلام أبو عمران، إن شئت راجع التسجيل قاعد. طيب أديني كتاب السعدي، أنا داير أقرأ لك بسرعة. السب والشتم، تقول كلب وما كلب، ودي ألفاظ قال ما تقولها، دي من الشتائم. أيوة كويس. طيب قال في قوله تعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال السعدي في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ربنا شبه الزلل بالعس وراء الدنيا، شبهه بشنو؟ شبهه بالكلب. ودي آية في القرآن، ده قرآن كويس؟ ها؟ ده ما كلام جابه ناس، ولا كلام جابه الضال محمد مصطفى، الضال العاطل محمد مصطفى ما جاب الكلام ده من عنده. فهمت كلامي ده؟ طيب البغوي، والبغوي ده من أعظم تفاسير السلف. يقول البغوي عليه رحمة الله، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال القتب كل شيء يلهث، إنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه يلهث في كل في حال الكلال وحال الراحة وفي حال الري وفي حال العطش. فضربه الله مثلا، الضرب مثل منو؟ المولى عز وجل. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعظته فهو ضال كالكلب إن طردته يلهث وإن تركته على حاله لهث. كويس. الدين النووي ده كتاب الأذكار للنووي، كتاب الأذكار للنووي، يقول باب النهي عن سب الأموات. طيب قال وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعته وقراءتها، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن لحي، وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، وقصة ابن جدعان وغيرهم، ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أبت. كويس. وذكر كلاما هذا في باب تجويز السب. كويس. أديني كلام العثيمين، أنا ركزت لك على العثيمين بالذات عشان تعرف انه انت ما عندك علاقه بالعثيمين، اعرف المعلومه دي وامشي راجع حساباتك. طيب ابن عثيمين شرح الواسطيه الصفحه 473 يقول، قال ابن تيميه عليه رحمه الله ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله. حمار دي قال منو؟ ده ابن تيميه. ابن عثيمين يعلق قال وعبر المؤلف بهذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد. وزعت ابن تيمية جابه من فوق، جابه من الإمام أحمد. ولا شك أنه أضل من حمار أهله،
قال وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق. ده منو عثيمين في الفرارة كم في السعودية؟ طيب ده ما بشوك قايمين على أخونا بشوك براو كويس، بس أبشوك نبس أبشوك نبس وأبشوك. لا لا ده العثيمين ده ما بشوك. هذه العبارات قد يحتاجها الإنسان لزجر بعض المجرمين، بعض المبتدعة تزجرهم بمثل هذه العبارات. فهمت؟ ما تقول لي ما في. الإنسان قد يقدر إنه ما يحتاج لها، ما يقولها، الناس ما بتفهم مثل هذه العبارات. هو لو قال كده ما في مشكلة، إحنا أصلا ما عندنا مشكلة. كونك تقول لي يا أخي إحنا بنقدر المفسدة وبنقدر إنه العامة ما يفهموا الأشياء دي، والحلقة الإنسان يميل فيها أكثر لأنه يشرح للناس ويبين لهم ويرد على الصوفية وضلال وباطل وكده والعبارات دي يتجنبها. لو قلت من الباب ده في مشكلة؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. ده ما تقدير لمصلحة، تقدير لواقع وكذا، ما في إشكال. لكن تقول ما في عند السلف؟ ما في كيف يا أخي؟ مش ما في ساي يوالي ويعادي على أشياء زي دي، يوالي ويعادي على كمان عاد أخواننا ذل في شنو؟ في مثل هذه الأشياء عاداهم عديل عدا. والغريبة في كلامه ذاته، جاب كلام للشيخ ابن باز وقال جوز بعض أهل العلم سب الأشرار. طيب يا أخواننا، إذا كان في بعض العلماء جوزوا سب الأشرار، أنت بتوالي وتعادي في مسألة عندك أنت عندك مختلف فيها؟ يا أخواننا، هل يجوز الولاء والبراء في مسائل مختلف فيها؟ توالي وتعادي وتسب وتلعن وتشتم؟ ما بجوز يا أخواننا. طيب كويس، وقال ده الحدادية وقال كده كويس. طيب قال وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق، فهو أقل الحيوانات فهما، فالطعن في خلافة أحد أو في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في الصحابة جميعا. كلام الشيخ ابن عثيمين. طيب كلام للإمام أحمد لما سألوا ولده عبد الله، قال سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي يقول هذا. الكرابيسي ده من علماء الحديث كويس، لكن ضل يقول هذا. فقال كذب هتكه الله الخبيث. ده أحمد بن حنبل، ده ما فلان ولا الخبيث قال. ولسه ألفاظ كثيرة. سفيان الثوري ذكروا عنده معبد لعله الجهني، فقال يا دويبة يا دويبة، يعني تصغير دابة، يا دويبة يعني يا عتيت، يعني كده بدل عتود عتيت صغير. ده يا اخواننا السلف عندهم العبارات دي. انت قول لي يا اخي نحن دارين مثلا نقدر وضع معين كده، ما في اشكال. الانسان يقدر المصلحه والمفسده. سلام، احنا عندنا حتات كثيره ما بنقول فيها كلام زي ده، وحتى بعض اخواننا احيانا نسمع منهم كلمات زي دي والواحد يفرط فيها ويكسر فيها، والمقام ما بيستحق والمقام ما بيليق، بناخذ في نفوسنا شيء، وانت كده بتحس بانه الافضل ما يكون بالطريقه دي وتقدر. يا اخواننا تقدير المصالح والمفاسد هذا مما يقدره الداعي العارف بالمنهج صاحب البصيره والمعرفه، يقدر انه هذا الموطن يحتاج، هذا الموطن لا يحتاج. وفي بعض المساجد، بل قد يكون في مساجدنا نحن ذاته كثيرا ما بنذكر اسماء، وكثيرا ما بنجيب عبارات زي دي كده ما بتجيبك كويس. شوف تقدير المصلحه في المكان المعين ما في مشكال، بل الذي ادين الله به تقدير المصالح والمفاسد من اصول الاسلام، ما من الفروع والجزئيات. عشان ما تتخيل انه تقول انا بشتيره ساي كويس، بشتيره وبعد ذات ثاني تقدير المصالح والمفاسد ده ما مزال بتاعت نظريات ساي، هو ما نظريات، من اصول الاسلام. الشيخ الربيع يقول هذا من اصول الاسلام، تقدر المصلحه وتدرى المفسده بحسبها. طيب هنا برضه كلام لابن القيم طويل في مساله، اديني كلام شيخ ربيع هنا في مساله تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض افعال الصلاه بافعال الحيوانات، اقعاء كاقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب واستيطان كاستيطان البعير وكذا. تشبيه شبه الاشياء دي تنفيرا منها، شبه هذه الاشياء تنفيرا منها، ذكر ابن القيم في زاد المعاد. طيب صفحة 29.
طيب ايوه طيب في بعضهم بيفهم ايات غلط يفهم الايات غلط يجيب لك الايه قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يقول لك شايف ربنا نهاهم عن السب ما يجوز انت ما فاهم الايه الايه الطبري يقول هي اصلا في النهي عن سب الله لانه لما كان سب آلهة المشركين يؤدي الى سب الله نهاهم عنها قال القرطبي هذا من باب سد الذرائع يعني لما كان سب آلهة المشركين بيفتح باب ليسب الله عز وجل ربنا نهاهم عن سب آلهة المشركين هذا من باب سد الذرائع الشيخ ربيع يشرح الآية يقول فإن سب أوثان المشركين حق وقربة إلى الله وإهانة للأنداد يثبت لك الأصل عشان تعرف كويس قال لكن لما كان يؤدي إلى مفسدة كبرى هي سب الله وجب تركه فليس هذا العمل من باب الفروع إنما هو من باب الأصول والعقائد يعني تقدير المصالح وشنو والمفاسد كويس طيب طيب إخواننا في كلام كثير والله أنا استغنيت عنه جيب لي بتاع الفوزان ده كلام كثير أنا استغنيت عنه لطول المقام والمشايخ ديل أنا دايرهم يعلقوا على كلامي شيخ مزمل وشهاب وشيخ عبد الإله دايرهم يعلقوا على كلامي ده كويس الشيخ الفوزان آخر نغلة أنا أنقله ده من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد الصفحة 39 يتكلم عن أساليب القرآن في دعوة التوحيد 7 قال ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله كقوله تعالى قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون الكلام يطول خلاصة ما عندي هذا المنهج الذي يدعو إليه أبو عمران منهج فاسد ودعوة كسيحة ودعوة كما قال الشيخ ربيع فاشلة تحمل جراثيم الموت في بطنها فأنا بكل صراحة أحذر أي واحد من أخواننا من هذا الرجل أحذرك من هذا المقام من هذا الرجل وفي تلبيس وتدليس كثير جدا في كلامه أنا المقام ما بيسعني وكنت الأيام الفاتت دي والله في سهر شديد ومعاناة جمعت كلامه وفرقت ونزلت كلمة كلمة وقعد في المكتب وبلقط في كلام العلماء أي كلمة بفضل الله عز وجل لقيت لها رد من كلام أهل العلم مش من اطلاعي أنا ولا من بحثي ولا من شطارتي أبدا لكن لأنه يناقض مسائل واضحة تربى عليها السلف الصغير يا أخي احنا أول ما ينشوق على المنهج ده ينشوق على أنه تدعو للتوحيد وتتكلم في الشرك وتحذر من الشرك ومن دعاة الشرك ده داير يجي يرجعنا سنين لورا رجعنا لورا هناك نجي تاني نتغالط في ذكر الاسم وما ذكر الاسم انا بحذرك من هذا الرجل وهذا ما ادين الله تبارك وتعالى به واترك المجال لاخواننا المشايخ يصوبوا ما وقع من خطا في كلامي وما احتاج الى زياده واستطراد يزيد ان شاء الله وبالله التوفيق